السلام عليكم حبيباتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مبارك يدخل عليكم بالصحة والسلامة بإذن الله. اليوم جيت نقدم لكم واحد لغسيت اللي هي عبارة عن تحلية اقتصادية وصحية في هذا الشهر. نقدروا نستعملوها كسحور او كتحلية من وراء العشاء. كتميز مكونين اللي هما الموز والتمر الغنيين عن التعريف بالفوائد الصحية ديالهم. باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. لتر ديال الحليب اللي كندفيوه ماشي كنفيضوه، بات من التمر يكون الأفضل، النوع اللي كيكون معجن تاعنا كنغسلوهم وكنقطعوهم هكا باش يجينا ساهل في الطحن في المولينكس. وأكيد موزة اللي كنخلطو الحليب الدافئ، كنضيفو عليه علبتين ديال الفلان، من الأفضل يكون ديال الكراميل. كناخدو الموزة ديالنا، كنزيدو عليها القطع ديال التمر اللي ديجا قطعناه، وكنضيفو ملعقة ديال السكر سنيدة، كتبقى اختيارية. بغيتو تكتفيو به هكايا بالتمر والموز راه ديجا كيكون حلو، بغيتو تزيدو فهذا كيبقى شيء اختياري، تقدو تزيدو اي حاجة اخرى كمنسم. نساليو الطحن ديالو وكنصفيوه باش هكا نحيدو القطع اللي كيبقاو ما مطحونيش مزيان وما يبرزطوناش في الاكل. وتقدو نتوما تخليو هذه طريقه باش الوليدات ديالكم حتى هما ياكلوا معكم. كاين اللي ما كيبغيش هكا تمر مطحون، نوضعو فوق البوطه الى ان يغلي، كنبقاو نستمر في التحريك ديالو حتى كيبان لينا طلع. بيان سور النار كتكون نار هادئة، بعد ما غلى لينا الحليب ديالنا كناخدو الكؤوس ديال التزيين اللي كنوضعو فيهم هاد الخليط وغنتسناوه ليه لين يبرد باش نذوقوه. قطع ديال الموز مع تمر كويرات مع الكوك، واكيد التزيين كيبقى حاجة اختيارية، تقدو تذوقوه بأي حاجة، شوكولات، فواكه. فاش كنكملو التزيين كنوضعو في التلاجة لين يبرد وكنقدموه بصحة وراحة.